صوت المتظاهرين ما زال هو الأعلى، يرتفع عاليا هذه المرة في ساحة اعتصام البصرة هنا، داعيا في بيان له إلى الإسراع باختيار رئيس وزراء للمرحلة المقبلة، مستقل وغير فاسد أو ملطخة يداه بدماء العراقيين. واعتبر البيان أن الإصرار على اختيار شخصية مثيرة للجدل يعد استفزازا للجماهير المنتفضة، وقد يجر الشارع إلى ما لا يحمد عقباه. سيد برهم صالح، رسالتنا واضحة، المرشح لن يكون ما منتمي للعملية السياسية من 2003 إلى 2019، ما داخل بالكتل الأحزاب ومشارك بقوائم انتخابية، يجب أن لا يمتلك جنسيتين. المتظاهرون جددوا في بيانهم رفضهم القاطع لمرشح كتلة البناء النيابية أسعد العيداني، وطالبوا الكتلة بعدم اللعب بالنار والكف عما أسموها بالحيل التي يرغمون الشارع عليها. في المقابل تجنب المتظاهرون طرح أسماء ودعمها لرئاسة الحكومة المقبلة. حتى فائق الشيخ علي اللي هو أكثر شخصية حاليا مقبولة وتقريبا 90% من الناس قابلة عليه، بالنسبة لنا هو مرفوض لأنه هو أوردي مشترك بالعملية السياسية سابقا وعنده مزدوجة جنسية. كذلك طلبة الجامعات أكدوا في بيان لهم استمرار الاعتصامات السلمية حتى استرجاع ما وصفوها بالحقوق المسلوبة، لكنهم شددوا في الوقت ذاته أن لا إجبار على الإضراب عن الدوام، داعين إلى تسمية رئيس وزراء مقبول من الشعب، فضلا عن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة للخلاص من الأزمة الراهنة. نريدهم يحققون مطالبنا بترشيح رئيس وزراء مستقل، إحنا طالبينه مستقل 100%،